اهلا بيكم وتحياتي لحضراتكم جميعا. وعايزين نتكلم عن الدم اللي بيخرج من فتحة الشرج، هل هو مقلق؟ يعني تعمل حمام تلاقي دم في البراز، هل ده حاجة مقلقة ولا لا؟ في الحقيقة لازم نفرق ما بين الدم اللي بيجي من الجهاز الهضمي زي دم دوالي المريء، ودم اللي بيجي نتيجة قرحة المعدة، ودم الجراحي او كده. انا هقول لكم تقسيمه بسيطه، في دم انا بعتبره اقول له ده تبع الجراحه، ودم تاني نقول له ده تبع البطنه. فالصح البلاك تار ستول اللي هو الدم الاسود اللي زي الاسفلت كده، ده بيبقى حاجه من تبع البطنه، سبب باطني غالبا. لكن الفريش بلاد اللي هو الدم الاحمر هو الدم اللي بيبقى حاجه تبع الجراحه، حاجه تبع ايه؟ الجراحه. يعني الدم لما نلاقي الدم بيجي فريش احمر فريش، يبقى ده دم تبع الجراحه. طب ايه اللي يقلقني انا ويقلق اي طبيب لما نلاقي فيه دم في البراز؟ في الحقيقه الدم اللي بيبقى معاه الم ده بيبقاش مقلق. اللي معاه الم ده بيبقى غالبا شرخ، غالبا بيبقى فيه بواسير موجوده، حاجات زي كده. اللي يقلقنا هو الدم لما بيجي في سن كبير فوق 50 أو 60 ويبقى بدون ألم ومش معروف سببه، ونلاقي كرات الدم الحمراء قليلة، ونلاقي صورة الدم قليلة، ده يجري على طول على الدكتور، ولازم يعمل منظار ويتاخد عينة. ما فيهاش تهريج الحاجات دي، لأن احنا بنخاف من سرطان القولون. فلما يكون راجل أو سيدة سنهم كبير ويجي في السن الكبير ده ودم ينزل من فتحة الشرج، ده معناه بيبقى دلالات مش محتاجة مننا ان احنا نهملها، لا ده محتاجة ان احنا نتفاعل معاها بسرعة. عشان كده يجب ان احنا نفرق ما بين الدم البلاك تار ستول اللي هو الاسود، والدم الفريش بلاد الاحمر، ونفرق ما بين السن، هل ده حصل في سن صغير، هل في هيستوري من مريض عنده تليف في الكبد ولا لا، هل في المريض عنده دوالي مريء ولا لا. كل ده لازم نفرق بينهم من بعض. قاعدة عامة، الحاجة اللي تيجي بألم غالبا بتبقى بسيطة. يعني لو انت عندك او السيدة مثلا عندها ألم في صدرها وكلكعة كده ومؤلمة، غالبا دي بتبقى التهابات او حاجة بسيطة، لان دايما اورام الخبيثة او السرطانات بتيجي بين الاسم، غالبا ما بيبقاش معاها ألم الا اذا ضغطت على حاجة واثرت على عصب او شريان او حاجة زي كده. علشان كده دايما اقول ان الدم اللي ينزل في السن الكبير لابد انه يتاخد بحذر شديد. العلامات التانية زي ايه؟ نعمل حاجة بسيطة خالص، هنلاقي الوزن بتاعه بينزل بدون اسباب، وزن المريض بينزل بدون اسباب، يعني تلاقيه خاسس، صورة الدم بتاعته مش حلوة، يعني تلاقي فيه انيميا مش معروفة السبب. الانيميا لما تيجي في سن كبير بدون مبررة، يعني واحد لا بيعمل دايت ولا اي حاجة، ده يقلقنا جدا. دي علامات تحذرك وتقولك ان في حاجة غلط بتحصل. عشان كده لابد ان انت ناخد الموضوع بتحاليل واشعات، واشعات لازم تبقى طبيب متخصص ويعمل اشعه ويتعمل منظار القولون ويتاخد عينه، لان دي بتبقى حاجه مش مظبوط. طلعت سليمه ما فيهاش حاجه، الحمد لله، نحمد ربنا ان مفيش حاجه خالص وما فيش اي مشكله ونقلق عليها، لكن لازم ان احنا ناخدها بحذر. وبنعمل تحليل سرعه ترسيب، سرعه ترسيب دي لو عاليه جدا فوق 100 دي بتدينا علامات معينه. يبقى فهمنا القصة ايه، وخصوصا طبعا لو العيلة فيها حد عنده قبل كده مشاكل في الاورام والحاجات دي كلها. دي الدم اللي بينزل من فتحة الشرج، زي ما قلنا يا اما تروماتيك، حتى كانوا يقولوا كده تروماتيك، اللي هو يعني واحد اتجرح او اي حاجة زي كده، او ايديوباثيك مفيش سبب معين واضح، او الحاجات بقى البواسير والشرخ الشرجي بيبقى معاها الم شديد جدا وعنيف جدا، او الدوسنتاريا شديدة جدا، واحد واكل في مطعم مش نظيف او شارب مياه مش نظيفة فجاله دوسنتاريا شديدة، عملت الدم الاحمر بيبقى معاه بقى ايه الدم ده مخاط. لكن ما نلاقي نقط دم حمراء كده نازلة من البراز، وفجأة انت بتيجي تبص على بتشد السيفون لقيت الدم كده موجود، ده يقلقنا جدا. ارجو ان الفيديو ده يكون مفيد لحضراتكم، والعلامات دي كلنا ننتبه لها، وإن شاء الله أسئلتكم بتفتح المواضيع التانية. تحياتي. أعجبك الفيديو؟ لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة.